أهلا بكم مشاهدينا إلى حلقة جديدة من دفعنات نقدمها لكم من قناة المغاربية في لندن. قال الشاعر: وكم بالجزائر من المضحكات ولكنه ضحك كالبكاء، بالبساط الأحمر وبالبارود وبالورود والأشعار، تم مؤخرا تدشين حمام عمومي بإقامة جامعية في باتنا، مما أثار موجة سخرية على منصات التواصل الاجتماعي في الجزائر، معلقين على فيديو انتشر كالنار في الهشيم، ظهر فيه طلبة ومسؤولين باللباس التقليدي وسط الأهازيج الشعبية. كل ذلك وهذا لم يكن لإعلان اختراع جزائري ولا لإطلاق مشروع لإنقاذ الملايين من الطلبة الذين سيصبحون في عداد البطالين بعد يوم واحد من التخرج. هو افتتاح لحمام للطالبات في أحد المبيتات الجامعية. تفضلوا يا شيخ، تفضلوا. روح روح. كلهم شيعة قوة الله. ها زكية زكي روح. روح من هنا. إذن أعلن المدير العام للخدمات الجامعية عن إقالة مدير الخدمات الجامعية باتنا، وتأتي هذه الإقالة وفق ذات المسؤول على خلفية إقامة حفل تدشين دوش بالإقامة الجامعية مهداوي خديجة للبنات بمدينة باتنا، والتي كانت غريبة وبطريقة أثارت جدلا وسط مواقع التواصل الاجتماعي. أشار إذن المدير العام للخدمات الجامعية إلى أن تدشين حمام عمومي بالإقامة لا يستدعي ما شاهدناه في عبر مواقع التواصل الاجتماعي، معبرا عن ذلك أو مصنفا إياه في خانة تبذير الأموال العمومية. وكشف أنه تم إرسال لجنة لتحقيق ذات الإقامة للوقوف على عدد من التجاوزات المسجلة، لكن لماذا لا تقف السلطة في الجزائر على مشاكل الطلبة الحقيقية الذين يشتكون منها كل يوم من تردي الخدمات الجامعية، خاصة في طقس الشتاء البارد؟ وقد يلجأ بعض الطلبة إلى أجهزة تدفئة غير محمية، مما يجعلها تتسبب في كوارث تصل إلى الموت، موت الطلبة احتراقا. فيندد المسؤول الأعلى ويقيل المسؤول الذي دونه ويكتفي بذلك. لا تغيير يحدث ولا تغيير يلوح في الأفق، يقول طلبة الجزائر. السلام عليكم جماعة، رانا في الإقامة الجامعية ولد فايت سنين،
وبالتحديد في البافيون اللي ماتت فيه المرحومة ربي يرحمها. هنا صرات الحادثة، دوكا رانا في طروازيام ايطاج، بصح معليش نسبق منها نوري لكم الأوضاع الكارثية اللي راهم عايشين فيها البنات، اللي راهم يقولوا الدولة راهي موفرت لنا كل شيء. نوري لكم لي رادياتور، شوفوا انعدام الضوء، خمس لامب وحدة اللي راهي تمشي، هاولي رادياتور راه حابس ماهوش يمشي من 2010 وهما يقولون سقموهم لحد الان ما كاش. هم ليك الغرف اللي راهم ساكنين فيها الطالبات، طالبات العلم، طالبات العلم في الاقامه الجامعيه ولا تفايتني. هذه الغرفه هي اون شومبر ديغرادي، صحاب الماستر وصحاب الدكتوره كي يجوا يسجلوا يقولوا لهم ما كاش الغرف، يمدوا لهم هذه الغرف لهم اون شومب. انا كي جيت العام هذا مدوا لي شومبرا ديغرادي، قالوا لي حبيتي تقراي سقمي الشومبرا وبقاي فيها. ماذا بكم، ماذا بكم بارطاج ماكسيموم، بارطاجيو الماكسيموم. دوك نولي لكم الكولوار اللي ماتت فيه المرحومه. هذه شومبرا راهي مسقمه، على الاقل راهي فيها حيوط وفيها بلافون. بعدو بعدو هاوليك رادياتور من 2010 وهو خاسر. هذا هو المرحاض اللي راهم يدخلوا ليه البنات. إذا فيديو تدشين حمام بالبابيت الجامعي باتنا الذي شابه عرسا في بذخه انتشر على نطاق واسع وتناولته مختلف المواقع والوسائل الإعلامية حتى خارج الجزائر، ولقي تعليقات ساخرة عديدة ومختلفة والتي تعد السبب الرئيس في إقالة مدير الخدمات الجامعية باتنا، يقول ناشطون. ويذكر أن إدارة الإقامة الجامعية مداوي خديجة وعقب الهجمة التهكمية من احتفالات التدشين ردت على ما تم تداوله عبر مواقع التواصل وأرجعت الاحتفال إلى مناسبة اليوم العالمي للمرأة الذي كان فرصة، قالت، لتدشين الحمام العمومي في المبيت على حد تعبيرها، مؤكدة إلى أن الدوش المدشن أنجز بمعايير عصرية تستحق التنويه كإنجاز هام داخل إقامة جامعية. على مواقع التواصل الاجتماعي إذن وعن الإنجاز الفريد من نوعه والعصري حسب مقيمه، كتب إسحاق، قال هذا كشغل الجهر بالمعصية، الناس تدشن الشركات والمؤسسات والمشاريع الكبيرة وإحنا مازلنا في الخرطي، بهدلتوا بينا وبهدلتوا برواحكم، الله يجيب الرجال الأحرار لهذا البلد. هكذا كتب إسحاق. أما سيف فكتب مستنتجا وقال تغطية للمشاريع المعطلة في باتنا والطرقات المهترئة وندرة الزيت والدقيق والحليب والسكنات المجمدة.